لو الحكاية فيها إن فيتو شجع مصري يعني حمر في المنتخب مثلا، في اللعيبة، في الروح الرياضية، في حب للكورة، حاجات كتير. أكتر لعيب بتحبه مين؟ أكتر لعيب بحب محمد أبو تريكة. عشان لازم نشجع مصر، عشان ما بقيتش في حاجة في البلد تفرح. السنة نفرح ولو مرة. يعني هتاخد البطولة السنة دي؟ إن شاء الله هناخد البطولة. وأنا بحب نشجع مصر رقم واحد عشان خاطر هي الدولة اللي بنتمي ليها، هي الجنسية اللي أنا بتشرف بيها. عشان بلدي مولود فيها ودنيتنا كلها مصر. بس مش عشان حاجة تانية؟ لا. طب اكتر لعيب بتحبه في المنتخب مين؟ محمد صلاح. يا محمد صلاح عشان انا ما بشجعش كوره. بشجع مصر عشان بلدي، ماشي، امر طبيعي ان انا اشجعها. عشان انا ابويا مصري وامي مصريه وبحب مصر. اكتر لعيب في المنتخب بتحبه مين؟ حسام غالي. بشجع مصر عشان انتمائه، ده بلدك لازم تشجعها. تشجع مين يعني؟ مش هشجع بلدي. طب اكتر حد بتشجعه في المنتخب مين؟ ولازم نشجع المنتخب ككل، ان دي لعبه جماعيه مش فرديه. بس لعيبي المفضل ممكن تقولي كده ممكن صلاح. يعني لا انا بشجعها، يمكن هي عشان منتخب وطني او بتاع، او بحب اللون الاحمر زي الاهلي. يمكن عشان هي الحاجه الوحيده اللي بيبقى كله يعني اهلاوي وزمالكاوي بيتفرج عليها. لو وده هو بيبقى كله بيبقى عشان فريق واحد. يعني انت بتحبها عشان بيبقى في انتماء بين الزمالك والاهلي؟ حاجه مختلفه كده.